هذه تحياتي من ملعب اتش دي ارينا، حيث مباراة مثيرة في انتظارنا. من كابينة التعليق سأتواجد معكم أنا فارس عوض، واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن مباريات بطولة الدوري الإسباني. فريق أتلتيكو مدريد يواجه البلو جرانا نادي برشلونة. كل مباراة في الدوري لها قيمتها وأهميتها لجمع النقاط، وكل مدرب يريد أن يخرج منتصرا من هذه المواجهة على أمل بأن نشاهد مواجهة كبيرة بين الفريقين. اليوم يلعب نادي أتلتيكو مدريد ضد الكتالوني الكبير نادي برشلونة. مباراة الفريق صاحب أقوى خط دفاع ضد الفريق الأفضل على مستوى الهجوم. مباراة مرتقبة تنافسية، والمتعة في لقاء مثير نتمنى بين يكون على مستوى الطموحات. وهذه هي تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد اليوم. طريقة تقدر تكون متوازنة بخطة تقليدية 4-4-2. التشكيلة اللي يبدأ فيها برشلونة مباراة اليوم: تيرشتيجن في حراسة المرمى، جيرارد بيكي سيلعب بجانب لونكلي في الخط الخلفي، آرثر ميلو سيبدأ مع سيرجيو بوسكس في قلب الوسط، وفي الهجوم لدينا لويس سواريز. يبدأ هذا الصراع هنا في قمة الكرة الإسبانية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد. جوردي ألبا، كليمان لاندلي، سيرجيو بوسكيتس، أرتور ميلو، أنطوان كريزمان، جوردي ألبا، دي يونغ، ليو ميسي، فرانكي دي يونغ. فرصة لإرسال كرة عرضية، ليونيل ميسي. حكم يحتسب تسلل، راح نشوف. هذه من النظرة الأولى واضح أن اللاعب كان على نفس خط الدفاع. صحيح اللاعب كان قريب جدا من آخر مدافع، لكنه تسلل صحيح كما نشاهد في الإعادة. دي يونغ، كليمان لاندلي، جوردي ألبا، سواريز. ممتاز في قراءة اللعب، ضغط عالي يمارس سلام بقوة على المدافعين. توماس بارتي، بتروح الكرة من لاعبي أتلتيكو مدريد. جوردي ألبا، أتلتيكو مدريد يستعيد الكرة. بالتأكيد راح نشوف مباراة كبيرة اليوم، صعبة جدا على برشلونة، وعليه بأن يكون في أفضل مستوياته حتى يحقق الفوز في هذا اللقاء. لويس سواريز، برشلونة يهاجم. جوردي ألبا، كرة خطيرة من على الأطراف، أبعد الكرة من مناطق الخطر. بوسكيتس، بوسكيتس يتقدم فيها. اعتراض ممتاز لكرة بوسكيتس. يفقدون الكرة الآن في أتلتيكو مدريد. توماس بارتي، ساول، تمريرات متتالية بحثاً عن ثغرة، بحثاً عن مساحة في دفاع الخصم. عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم. نيلسون سميدو، دي يونغ،
سيرجيو بوسكيتس، ليونيل ميسي على الطرف لميسي والمساحة موجودة، كرة مثالية وعرضية منتظرة، ينطلق بالكرة في العمق، سواريز تدخل ممتاز بيخلص الخطورة من منطقته، تصدي من يان أوبلاك، أرتور ميلو، سيرجيو بوسكيتس، هجوم من برشلونة، كرة خطرة للويس سواريز، الكرة غيرت مسارها وخرجت إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية حارس المرمى يتصدى للضربة الركنية ويبعد هذه الكرة. أنطوان غريزمان. غريزمان يتقدم فيها. فرصة للعب كرة عرضية ممتازة. الأفضلية عند المهاجم، مر فيها من المدافع في هذه اللقطة. تشتيت الكرة بعيدا عن المنطقة. كوكي. ساول. أتلتيكو مدريد يلعب الكرة على الطرف بشكل جيد، الدعم يصل إلى من اللاعبين، عرضية على القائم القريب، رأسية مهدرة، الكرة مكنت بشكل سليم، المدرب عارف بأن الهدف اقترب إذا استمر فريقه بهذه الطريقة، والآن عليه أيضا بأن يستمر في توجيه اللاعبين للتقدم والاستمرار. جيرارد بيكي، سيرجيو بوسكيتس، نيلسون سميدو، دي يونغ، الكرة الآن مع الفريق الخصم، عند فرصة التمرير، كرة باتجاه ميسي، كرة بتتشتت من الدفاع، يا سلام على التمريرات، فرانكي دي يونغ، فرصة عرضية إلى منطقة الجزاء، غريزمان، كرة سهلة بيمسك الحارس، لا توجد فرص حقيقية في هذا اللقاء، أرقام المباراة حتى الآن ضعيفة في هذا الشأن، مستوى الفريقين في الثلث الهجومي ليس كما يجب وبحاجة إلى التحسن من أجل زيادة الفرص والمحاولات. تمريرة باتجاه جناح. كرة في مكان خطير. تدخل سيء في اللقطة الماضية يستحق عليه البطاقة الصفراء. كرت أصفر على بوسكيتس. سوء تقدير الموقف من اللاعب وخطأ صحيح، مخالفة ارتكبها اللاعب بعد إعاقة منافسة في توقيت خاطئ. اتجاه المنتصف. اوهو ممكن يلعب لك كرة عرضية الان. الله على صلابة الدفاع. ابعاد لهذه الخطورة من المرمى. رائع في قطع الكرة وفي انهاء الخطورة. كوكي. ساول. كيف راح يتصرف فيها؟ يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته. يتقدم بالكرة للهجوم. كيران تريبيير. كوريا. عند الكرة في مكان خطير. كرة عرضية عند القائم الثاني. عرضية ممتازة لكن مرت بدون
النتيجة السلبية مع نهاية الشوط الأول. الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول وما زالت النتيجة متعادلة هنا. ضربة بداية الشوط الثاني من برشلونة. مهارة كبيرة في تدوير الكرة مع الزملاء في أرضية الملعب، دقة كبيرة في التمرير. نيلسون سميدو، كرة بتروح للمنافس. هجوم من أتلتيكو مدريد. كوكي، موراتا، برافو للمدافع، خلص الكرة. يلعب رمية التماس للمنافس. جوردي ألبا، دي يونغ، سيرجيو بوسكيتس. عدة تمريرات بعرض الملعب بانتظار تغرب، بانتظار كرة بينية. سيرجيو بوسكيتس، أرتور ميلو، تمريرات سريعة، محاولة لخلق المساحات، إيجاد الثغرة بالكرات البينية السريعة واللي تربك الخصم. المساحة متوفرة أمامه لإرسال كرة عرضية. ألفارو موراتا، فرصة لكرة مرتدة سريعة. توماس بارتي، تدخل بشكل سليم، شوف استخلاص الكرة في اللقطة السابقة. اللاعب أنطوان غريزمان، في كل لعبة نسمع الجمهور يطلق صافرات الاستهجان ضد اللاعب. نيلسون سميدو، ينتقلون بالكرة إلى الثلث الأمامي. فرصة لكرة عرضية خطيرة الآن. اعتراض وتشتيت الكرة، كان ممكن تشكل خطورة. يتقدم باتجاه المرمى. برافو في التغطية، شوف ابعاد الكرة، خلصها من منطقة الخطورة. أنطوان غريزمان، دي يونغ، أرتور ميلو. ليونيل ميسي، دي يونغ، غريزمان، بوسكيتس. يرسل الكرة في الخلف. اوهو، على هذه الكرة تدخل مثالي في الوقت المناسب. شوف منع الكرة من الدخول، غيرت الكرة اتجاهها، خدعت الجميع، فرصة بتضيع. عرضية بشكل خاطئ وصلت إلى حارس المرمى. توماس بارتي، ركنية لأتلتيكو مدريد وفرصة للتقدم في النتيجة. الإصابة تجبر برشلونة على التغيير. ركنية بتلعب، عند الكرة الآن، يتقدم بالكرة، راح فيها، إمكانية الكرة العرضية. كرة تنقل بشكل جميل جدا من أتلتيكو مدريد. أنطوان غريزمان، كليمان لانجلي، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، ليونيل ميسي، نيلسون سميدو. أرتور ميلو، سيرجيو بوسكيتس، سواريز. تمرير الكرة باستمرار، إرهاق الخصم في سعي خلف الكرة. مع الوقت تأتي الفرصة المناسبة من أجل الضربة القاضية. توماس بارتي، كوريا،
ربع ساعة أخيرة على نهاية هذه المباراة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، تعادل مستمر وحتى الآن الحذر يزداد، ضغوطات كبيرة في الدقائق الأخيرة. إيفان راكيتيتش، تمريرة سيئة تذهب للفريق الخصم. أرتور ميلو، سيرجيو بوسكيتس، ليونيل ميسي، نقل ممتاز للكرة في الثلث الأخير. تبادل التمريرات أمام المرمى، البحث مستمر عن فرصة للتسجيل. سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، أرتور ميلو، ردة فعل ممتازة من أوبلاك. كريزمان بيلعبها إلى منطقة الجزاء. سيرجيو بوسكيتس، أرتور ميلو، أتلتيكو مدريد يستعيد الكرة. خمس دقائق تفصلنا عن صافرة نهاية المباراة. ساول، توماس بارتي، هنا في مكان خطير. فرصة أمام أتلتيكو مدريد للفوز من الضربة الركنية. تبديل الآن في صفوف نادي برشلونة، ويدخل كبديل أرتورو فيدال إلى أرضية الملعب. محارب تشيلي اللي ما يهدف في وسط الملعب، ودائما تشوفه ودائما تلاقيه في كل مكان في الملعب. ركنية باتجاه المنطقة، اوهو، يبعد كرة خطيرة. كيران تريبيير، كوكي، توماس بارتي، توقع جيد في قطع الكرة. الحكم يشير إلى دقيقتين فقط كوقت بدل ضايع. نلعب الآن في الدقيقة الأخيرة من المباراة. إيفان راكيتيتش، جوردي ألبا، بعد مرور 90 دقيقة الفريقان يفشلان في فك الارتباط.